وحش لبيتكم في قفة جديدة وحلقة جديدة. اليوم وين؟ اليوم في الفحص، فحص البلاد المزيانة، فحص البلاد الخير، بلاد الناس الباهية، الناس اللي مازلنا ما بديناش نصوروا وهما فرحين بالقفة. اليوم في الفحص نشوفوا قفتنا اليوم شنو باش تعبي وين باش تبيت. القفة كالعادة خارجة من فنفة، وفما ساعة عندي أمانة خليني نحطها قبل ما نبدأ نخدم. هذه في حمام نلف، حلقة حمام نلف اللي تفاعلتوا معها بارشا وتفاعلتوا مع حالة وضعية أخونا محمد، فلا ربي يفرج على الناس الكل وربي يشفي الناس الكل. محمد حاطين له النمر نتاعو، وانتم تنجموا تعاودوا تفاعلوا معاه، تنجموا تعاودوا تواصلوا معاه، اللي يحب يتصل بيه يلقى النمر في الحلقة تاع حمام نلف. احنا كملنا الكاميرا مسكرة ومرام مدتي 20,000، قلت لها مدام كملت، قالت لي مثال وش هزة هاو 20,000 يا مدام. وكيف كيف البارح في الحومة في العوينة وتلاوينا جيب لي 100,000، قال لي هزهم معاك باش تمشي غدوة كان عشنا. هما 100,000 هاتوا بالقصة اتوكلوا على ربي وشو نعبي قفتي. يلا عادي يلا هيا عايزوا على القفة وين نقاح؟ تسألوا على القفة وين تلقاوها؟ وين لقيتوها القفة؟ كاين الفحص الفحص. مرحبا يا رب يخليها لك يعيشك يعيشك. هاي اخويا هاي حنستفتحوا بالغلة. الله يرحمه وينامه. مبروك يا مدام يا مدهن اخزرنا. هاي صحة صحة لكم. انا في العيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عسلامة يا مدام. اسمعني بربي نقول لك صار راي الفحص تحفونا برجالها وبنسانها. عيشك يا مدام، علي خليه يعيشك يعيشك. انا عيدك مبروك. كل عيشك عيش الطا عيش عيش الطا يزيدك ربي يخليك عيشك. على رحمة جدي يعيشكم. على رحمة جدي يعيشكم. ربي ينجحكم ان شاء الله. خويا شاتينا العظام العربي خليوه عندك تو يتكسر لنا بالزنه كي تجينا بالزنه كي تجينا. يفضلك يعيش خويا. ليك انت مد على حسابه هو يفضلك يعيشك يعيش خويا. عطانا المعدنون والكلافس والش اسمه الفقوس والسفناريا والبسباس والبصل واللاتو والقراع عيش خويا هاي والبتنجان زيدا. عليها وعلى رجالها هاي والفحص مليانة برجالها هاي شالله يا بحميدة اللي جينا فارغ روح مليء بارك الله وما شاء الله ونحنوا على الزوالي راه الحمد لله. مرحبا بيك يزيد. مرحبا بيك يعيشك. بس عليك يبارك لك. شنو الامور؟ الامور ميسية الحمد لله. ما الحمد لله الحمد لله خدمة ما فماش الدنيا مبالعة الناس ما عندهاش الحمد لله اللي جاب ربي يا بركة. هذا بتاع خونا خونا الاخر عايشك يفضلك عايش كويس. يلا نهارك زين عايش فيش والله نغزل لك عامل هكا والله ما انا ما خم ولا بيس والله الحمد لله. ربي يعيشك يفضلك يعيشك. أنا كيك يرحموا بعضنا ربي يرحمنا شد حرض الفلاحة كان يعطوا السكين تقول عبقي الخير يا عم بصراحة والله والله شهر رضاك مبروك. سلموا عليكم نبيس عايشك هنا ناصر وين في السوق اللي إيجا تبعني هاني جيز. مرحبا بيك عايشك هاي مبروك بيك.
جيتك للشاي اللي يشوي يا وخي زهرك. عايزك عايزة أختي عايزة الملسوقة والعظم دم عربي ملسوقة عربي. بفضلك يا عايزة بفضلك المدام يا عايزة هاي أنا وانا قلت عندي بديت نوالي قال لي انا وعلك انا ولا مش فيها هاي خليه سوي لي بيه بني شنو اي عايش مرحبا بك اي وين هاي حلقو حلقو هاي حلقو هاي شكرا بنوز عايزك. ربي ثبت اجركم والله ما تربي ادلوا على الخير كفى عينه يبارك لك يا عايزك الله نعديها عيني محسوب اقوى سيف اقوى سيف للجن فرطولي دي بوز والله العظيم احلى نسبة لمحايح بالفحص احلى نسبة لمحايح بالفحص وان شاء الله رمضانكم مبروك احلى قفة حنا بعد بالفحص ان شاء الله احلى عصابة دوما مسميتهم عصابة محليهم ومصلي على النبي عادل وتشينا ومروين اسمهم العصابة دوما عصابة القفة محليهم ومصلي على النبي والله محليهم وانت محليك عايزك والله وانت محليك وربي يسترنا وربي وربي خلينا نبعث يا رب ان شاء الله الحين يا رحمة الله يا رحمة اخوك يا رب الله يرحمك واحلى وان يا فحص يفضلك يا عايزك يفضلك خليل 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 على رحمة ميمتي نوى بابا اثنين أختي حياة أختي حنين الله يرحمهم وينعمهم ربي فضلك العزيز عليك والله يرحمهم وينعمهم ربي يشدك في صحيح بتعرف في أنت حاجات كبيرة برشا خاصة حالات مأساوية اللي ورور الحاكم اللي يشوفها من الوين ايش يعمل ما يشوفهاش وما تبدش يخلص والوزراء اش تعمل ورؤساء الدوين وش يعمل ربي يعطينا الخير وربي يعطينا الوقت الطيب ربي يعطينا الصحة طب اخوني اخوات بني كريم يعني خلينا ضحية انا ضحية ليك والكف الواحد ملزاو ملزاو عايشك يا عم محمود اسمه عم محمود درويش اي عم محمود درويش يعيشك يبارك لك الله يرحم الحاج شريف الله يرحم الحاج الفحر الله يرحم يوم بابا وام عايشك انت مقتله تعتي راك ها من بكري وانت تعتي هيا بيه عايشك ماذا بيه حفظ تصلوا فيه للولاية للبعثنات حبي دبروا لي خدمة وبيسي بيسي ما عنديش هاد ومن طريق البيسي شو تعمل بيه البيسي ماذا تكتب بيه شو تكتب بيه قصص ولا أي حاجة أمري تكتيبة كتشوفك في الكرارس بتاعي لا مثلا تعطيني هذه مكتوبة تعطيني ورقة مكتوبة نعودها لك في الفلاس أمنيتي الوحيدة متحرك أنت مش كنت تعيش أختي؟ أنا أمي وأختي وأخويا ده بابا عنده طوى عام وأربع شهور طول معي وأنت ما تخدمش؟ أنا ما أخدمش أساسك لشكون؟ لشكون تحب الولاية اللي تسمى الرئيس الولاية المعتمد للعبيد للرئيس متاعنا حاولت أنت باش تاخذ بي سي؟ حاولت ما لقيتش أنا غالي علي ناخذ ابنا عاونوني فيه لحظه اني انا باش نعاونك باش تخدم بيه باش نعاونك عليه البي سي باه ابناء خليفه ابو جمعه الخضري من جنيف على رحمه والديهم خليفه وسلمى واختهم خميسه زنيبر 200 دينار فرد وانيس من الكرم
يبارك لك يا أنيس 200 دينار يفضلك يعيشك والله خفتي تمست فجعتي وخي يعيشك يفضلك يبارك لك وخي يعيشك نزيدو أختي فايزة الهادي يا فايزة الهادي يبارك لك يا فايزة الهادي 110 على خاطرها عندها إعاقة وعلى خاطرها أمنيتها بسي مش تخدم بيه بيه قداش وصلنا تو 510 مروان قال لي 600 نزيدو 100 نزيدو 100 رحمة إلى روح الفقيد الشادلي المقدم الشادلي المقدم 100 دينار هكا نكون وصلنا 600 ألف نجم أختنا شسمك بسمة إنس بالحمودة نجم أختنا إنس تشيل بيسي بتخدم عليه عندها إعاقة ربي معها نحبهم العبيد اللي تخدم على روحها نحبها العبيد اللي تسعى على روحها أمنيتي قالت لك مش نخدم عليه لمني أمريك لا إن شاء الله إن شاء الله سفا الله يرحمهم ينعمهم يفضلك يا مدام عيشك يفضلك عيشك كثر خير إن شاء الله عيدكم مبروك فرحانة يا ناس يعطيكم الصحة والله فرحانة. والله تتقري كل يوم نتبع فيكم الحضرة نتطور في سافيسا ونرجع نتبع فيكم يا أخي ها وربي بعث لك رسك ربي الحمد لله الحمد لله ربي معاك ربي معاك يا إنس كيش ما تبكيش دموع الفرحة هذوما دموع بعد عام كيما نستناو في بيسي أو جاي البيسي حبش يتصور عايش خويا ان شاء الله ربي معاكم انتم عايش خويا يجزيكم على فعل الخير عايش خويا الله يرحمه وينعم جايز لي قال لي بالله ما في التصوير 200 ألف على رحمة بابا الله يرحمه وينعم العبيد فيها العبيد بقلبها العبيد تجري تجري جاني يجري عطيناه وما في ساعة رجعوا للقفة للقفة القفة كلها رزق وكلها بركة وكلها خير يعيشكم يعيشك يا بنوتة يعيشك خيرات يعيشك يعيش خويا بارك الله عطانا الفراح اللوبيا والحمص ماما عايش خويا هزي كانون من البرة حاضر عرفي اختاريه عاد به اختاريه به حاضر عرفي عايشك يا مدام خليك صحة وفرحة للكلام خلينا نصوروا شيء ها يعيشك يعيش خويا يفضلك عايش بدري مريول ولا تحب مع توك اللي تحب عليك قلبك كبير اعطيني مرحبا بنات ولاد شيخنا شو اسمك يا اخويا سامح سامح عليك يا سامح مرحبا بك نسمحك يا سامح هاي سامح هاي شيخنا سامح يا سامح مازال يجبد ويحط يا سامح باش نفرغوا الحنون هذا البوتيك الاخر مش يا سامح الحكايه المشكله مش مشكله هي اللي احنا كي نخرجوا الله اعلم وين مش نمشيو يا سامح الله اعلم وين مش نمشيو عايشك يا سامح تفضلك يا عايشك يا سامح مازال سامح مازال عطيت برشا يا سامح لا مرحبا بك عطيت برشا يا سامح مرحبا بك رزق ربي كله مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك محليها 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 الناس اللي هكا محليها اسمع اللي كتب عندي لا عندي زيت لا عندي طماطم عندي ظهر لي شوي لا عندي مقال اللي كتب باللي تنجم تعطيه مرحبا بك صلى عيدك مبروك يعيش خوي محليك ربي يرزقك يعيش خوي عيدك مبروك سنين دايما هذه أنا رحمة أختي وبابا الله يرحمهم وينعمهم يفضلك يعيشك خليكم سلامة الله يرحمهم وينعمهم على صغيراتي ربي يبارك لك فيه على الوالد ربي يخليه على الوالد ربي يخليه لك وتسحقوا حاجة هزوا من هنا زيت حاجة أعطينا بدون زيت بدون زيت كبير والله حش من لا ما يصيرش مرحبا بكم انتم تعملوا بارك الله فيك فرحة الله فيك عايشك يا لله الله يرحمه وينعمه يعيشك